التصديات، ولكن هذه التصديات لها مأخذ، عليها عفوا مأخذ واحد، أنها أقل من الخطر المحدق، أقل من الخطر المحدق، وهذا يجعلها، هذا يجعلها ليست في مرتبة الحدث، يعني ليست على مستوى الحدث، إنما هي بمستوى أقل من الحدث. هسه هذا هو الموجود، أنا لا أريد كما يقال أن أضفي عليها صفة ليست موجودة، لأن هذه الحقيقة. الحقيقة أن التصدي للشبهات بشكل رسمي، بشكل مشروع رسمي يمثل الحوزة، لا وجود له. ولذلك أنت تجد أحيانا أن الحوزة العلمية لا تقدم مشروعا، ولكن بعض الفضلاء، بعض الوكلاء، بعض المعتمدين، بعض أئمة الجمعة، بعض أئمة الجماعة، بعض أئمة المساجد، بعض العاملين في بعض المؤسسات، بعض العاملين في بعض العتبات يقومون بدور في هذا المجال، وهو دور مشكور. فلهذا نقول الذين يتحدثون عن هذه الأدوار ويحاولون أن يحجموا ويقللوا من أهميتها، هؤلاء لهم أسبابهم الخاصة. لا أحب الدخول في هذه الأسباب الخاصة، لأنه من الممكن أن إذا دخلت في هذه الأسباب الخاصة أن أجد أسبابا غير قابلة للإعلان، فهي تكون ماذا؟ تكون بمنزلة النقص، فيكون ذلك مجرد مركب نقص اعتلى هذه النفوس التي لا تريد أن تعترف بالحقيقة.